تجلى لخلقه فيرون ويخرون له سجدا إذا رأوا الله رأوا الله تعالى فإنهم يخرون له سجدا أهل مكان أهل الإيمان أما أهل النفاق فإن ظهرهم يعود طبقا فلا يستطيعون السجود. والموضع الثاني في جنات النعيم يراه أهل الإيمان فتكون هذه اللذة أعظم اللذات ويكون هذا النعيم أجل أنواع النعيم في جنات النعيم. أسأل الله عز وجل أن لا يحرمني وإياكم ذلك. قال رحمه الله: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وإيش أنت فقل تعالى المسبح على زنة اسم الفاعل أو على زنة اسم المفعول؟ فالله سبح نفسه فهو المسبح، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وهو المسبح الذي يسبح له ما في السماوات وما في الأرض فهو مسبح ومسبح سبحانه وتعالى. يقول: وليس بمولود وليس بوالد. الله ليس بمولود وليس بوالد. نفى المؤلف رحمه الله عن ربنا تبارك وتعالى أن يكون مولودا بوالد أو أن يكون والد بمولود، وهذا النفي حق دل عليه قول الله عز وجل في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. كونه تعالى غير مولود لم يأتي نفيه في القرآن إلا في هذا الموضع، ولا يعرف أحد من البشر زعم أو ادعى أن الله تعالى مولود لوالد، وكأنه الله تعالى أعلم جاء بهذا النفي لأن لازمه نفي أن يكون الله والدا، لأنه إذا لم يكن سبحانه وتعالى مولودا فإنه ليس بوالد، يلزم من هذا أن يكون ليس بوالد. فجنس الولادة مفي عن الله سبحانه وتعالى، كونه مولودا أو كونه والدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما نفي أن يكون الله والدا لولد فهذا جاء نفسه نفيه في القرآن في مواضع، لأن الذين افتروه على الله عز وجل كثير، فالنصارى قالت المسيح ابن الله، واليهود قال عزير ابن الله، والمشركون مشركو العرب قال الملائكة بنات الله، وهذا لا شك أنه إفك عظيم، وخرقوا له بنين وبنات بغيرهم، خرقوا أتوا بإفك عظيم، ولا شك أن هذا من أعظم البهتان والإفك الذي تكاد السماوات والأرض أن تضطرب ويحصل الخلل العظيم فيها بسبب شناعة هذا القبر. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، فكان السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخذ الجبال هدا، كل هذا لي أنذر للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يكون ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن هدا. نسبة الولادة إلى الله عز وجل أن يكون الله والدا هذا نفي لوحدانيته، لا يكون الله بهذا واحدا أحدا، لأن الولد من جنس والده وله خصائص والده، فانتفى هاهنا وحدانيته وانتفت ربوبيته وانتفت إلهيته. ونسبة الولد إلى الله عز وجل تعني أيضا انتفاء غناه، لا يكون الله غنيا، لأن اتخاذ الولد دليل على حاجة، حاجة مادية أو حاجة نفسية، وما هو الغني سبحانه وتعالى. فنسبة الولد إلى الله عز وجل تستلزم شناعات كثيرة، لذلك عرض إنكار هذا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فصار هذا من المسبة لله عز وجل كما حدث لهذا الحديث. ثم قال: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه. الله عز وجل ليس له شبه، شبه يعني مثيل، وهذا ما جاء في النصوص كثيرا. قال سبحانه: ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا.
ولم يكن له كفوا أحد. الله سبحانه ليس له شبه، ليس له مثل ومثيل سبحانه وتعالى. وهذا شيء معلوم بالنص والعقل وبالفطرة والإجماع، ليس له شبه في ذاته، وليس له شبه في صفاته، وليس له شبه في أفعاله سبحانه وتعالى. قال: وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بالإصلاح ما كنا حديث مصرح رواه جرير إلى آخر ما ذكر. يقول: إن هذه الرؤية التي كان يتكلم عنها المؤلف رحمه الله قد نفاها عنه الجهمية، قالوا إن الله لا يرى في الآخرة، لأنهم يقولون الذي يرى إنما هو المسال، والله ليس بجسم، إذن الله عز وجل لا يرى. وهذا كلام باطل وتشريب لا قيمة له. الله سبحانه وتعالى موجود، والله عز وجل قائم بنفسه، والله عز وجل له ذاته وصفاته، والله سبحانه وتعالى يرى إذا شاء سبحانه جل في علاه، وما سوى هذا من هذه التشريبات لا قيمة له. ومهما قلت فإن هذا لا يجعل أهل السنة ينكرون ما قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن صفة اليد في البيت الآخر، فقال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفراض تنفحه. قد ينكر، قد ينكر، كبره المؤلف رحمه الله. قد إذا دخلت على الفعل المضارع ماذا تفيد؟ قد إذا دخلت على الفعل المضارع تقليل ولا تحقيق؟ التقليل. الأصل فيها هذا، وقد تأتي بالتحقيق. ومن ذلك هذا الذي ساقه المؤلف رحمه الله، وهذا جاء في القرآن: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم. والله يعلم جزما، صح ولا لا؟ إذا قد تأتي لدخلة المضارع للتقليل، وقد تأتي للتحقيق، وهذا له شواهد كثيرة. ومن هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله، والنظم يعني كما تعلمون قد يلجئ الناظم إلى أن يسلك بعض المسالك التي لا تكون مشتهرة، يعني لها شهرتها عند أهل اللغة. والواقع أن الجهمية ينكرون جزما، قد ينكر الجهمي هذا للتحقيق. الجهمي أيضا ينكر يد الله سبحانه وتعالى، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفراضه تنفحه. معتقد أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين حقيقيتين، وهذا ما نطق في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى: لما خلقت بيدي. فلله عز وجل يدان، هما من الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى، ونحن نثبتها أو نثبتهما له جل وعلا من غير تعطيل ومن غير تحريف، كما أننا نثبتهما من غير تكييف ومن غير تشبيه. لله عز وجل يد لا تحد بكثير، وليست كأيدي المخلوقين، وإنما يد تليق به سبحانه وتعالى. الله جل وعلا إذا كان في ذاته ليس كمثله شيء، فإنه في صفاته ليس كمثله شيء. وإحدى اليدين يمين، إحدى اليدين يمين، توصف بأنها ماذا؟ يمين. قال تعالى: والسماوات مطويات بيمينه. طيب والأخرى؟ كلتا يدي ربنا سبحانه وتعالى يمين، يعني في اليمن والبركة والخير. ولذا في حديث آدم عليه الصلاة والسلام لما خير قال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فليست اليد الأخرى ناقصة كما في ظن يعني أو كما هو ظن الناس في أيديهم، فالشمال ناقصة بالنسبة لليمين، أما كلتا يدي ربنا سبحانه وتعالى فلا نقص فيه
في كلتيهما، ولكن هل توصف الأخرى بأنها شمال أو نقول هي اليد الأخرى تقول يمين والأخرى نقول هي اليد الأخرى؟ هذا فيه بحث عند أهل العلم، والمقام لا يسع لذلك. واللفظ الذي جاء فيه بشماله في صحيح مسلم وصف اليد الأخرى بأنها شمال، والحديث فيه بحث من جهة ثبوته. والأقرب الله أعلم أن يقال في اليد الأخرى اليد الأخرى، قال يمين والأخرى يقال لها اليد الأخرى. طيب، قد يقول القائل هؤلاء الجهمية أرادوا تنزيه الله، لأن الله سبحانه وتعالى ليس مماثلا أو مشابها للمخلوقين، فنحن إذا قلنا إن لله يدا كان مثل الناس ومثل الحيوانات على الله عن ذلك التي لها عيد، فنحن مضطرون إلى نفي ذلك حتى ننفي لله عز وجل المماثلة. ما رأيكم؟ إشكال ولا ليس إشكال؟ عندهم. طيب، انتبه لقاعدة تريحك في هذا المقام، فإن غالب الإشكال إنما أتى للقوم من جهة عدم مراعاتهم لهذه القاعدة. القاعدة هي قاعدة القدر المشترك والقدر المختص، قاعدة القدر المشترك والقدر المختص. فالآن إذا قلت لكم يا أخوتا يد الفيل ويد النملة ويد الإنسان ويد الباب، كم يد هذه؟ أربعة. هل هي متماثلة؟ ليست متماثلة، ومجنون من يزعم أن يقول ما شاء الله هذه النملة شوف كيف يدها مثل يد الفيل. هذا ما عده ماذا؟ فالعقل. فبون شاسع بين هذه اليد وهذه اليد، لكن هل هناك قدر مشترك بينها؟ نعم، هو في أصل الصفة، ومع ذلك ثم قدر ماذا؟ مميز مختص لكل منصوف في صفته، فصفته